السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحصة تكلمنا عن الجمع والمفرد، وإحنا نعرف أننا ما نجمع إلا الأسماء الناون. أوكي، قلنا الناون إيش معنى كلمة ناون؟ يعني اسم. طيب عندنا المفرد، هنا هذا المفرد وهذا الجمع. المفرد بالإنجليزي إيش نسميه؟ نسميه singular، والجمع نسميه plural. المفرد يكون قبله آ وأشياء ثانية بتكون آ، ندرسها إن شاء الله في مهارات ثانية. الآ أ دور، فور دورز. إيش الفرق بين هذه وهذه؟ هذه مفردة بكلمة آ، لو سويتها جمع حشيل آ وحط إس في الأخير، هذه إس البلولر، إس الجمع. أوكي، أ دور، فور دورز، أ ديسك، سفن ديسكس، أ كلوك، تو كلوكس، a book, three books. Okay؟ إن شاء الله أن نكون فاهمينها ونرجع لل إن شاء الله الحين شوية بننزل على الكلمات اللي معانا حفظ الأسبوع الجاي، وأتمنى أنكم تحفظونها بظهر قلب. الكلمات اللي عندنا إن شاء الله حفظ، أوكي، ست كلمات بحرفين F fish F fish F capital و F small اللي هو حرف ال F F fish و F flower. كمان عندنا G green G game G green G game. خلاص هذه هي معانا هنا G G G ونطق G green green اللي هي اللون أخضر game ألعاب اللعبة أي لعبة نسميها great game.